هو ليه أسعار الفراخ والبيض ارتفعت بالشكل الكبير ده؟ هل في حل للأزمة ولا خلاص بقت واقع لازم نعيشه؟ ايه التحركات اللي بتعملها الحكومة علشان توقف جنون أسعار الدواجن والبيض؟ وايه سبب الأزمة دي أصلا؟ أزمة ارتفاع أسعار الفراخ والبيض مش جديدة، من فترة طويلة وأسعار الدواجن والبيض بترتفع بشكل ملحوظ، وده بيأثر على ملايين الأسر المصرية للأسف اللي بتعتمد على الحاجات دي في أكلها اليومي. آخر تقرير لبورصة الدواجن بيقول إن سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة وصل ل 85 جنيه، وده بعد كان الأسبوع اللي فات وصل ل 72 جنيه، يعني الأسعار بتتحرك بسرعة وأغلب الناس مش قادرة تلاحق. طب الحكومة بتعمل ايه علشان تحل الأزمة دي؟ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعلن عن خطة جديدة علشان يسيطروا على الأزمة دي، وكان أول خطوة فيها الاجتماع مع منتجي الدواجن والاتفاق على آليات لضبط الأسعار، بس اللي حصل إن الاستجابة من المنتجين كانت متفاوتة، يعني مش كلهم التزموا، وفي ناس بدل ما تثبت الأسعار وفقا للاتفاق مع الحكومة زودتها أكتر، وعشان كده الحكومة لجأت لاستيراد البيض المخصب وبيض المائدة كإجراء سريع لزيادة المعروض في السوق. طبعا الفكرة هنا ان لما المعروض يزيد الطلب يقل وبالتالي الاسعار تستقر شوية، وده فعلا بدأ يجيب نتيجة. كمان وزير الزراعة اعلن ان سعر الكتكوت انخفض ل 35 جنيه بعد ما كان معدي ال 39 جنيه، ودي خطوة مهمة جدا في رحلة ضبط الاسعار. لكن الحكومة مش ناوية تكتفي بالخطوة دي، بس في مراقبة مستمرة للأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علشان يضمنوا استقرار الأسعار وكمان توفير المنتجات بأسعار تناسب المواطن البسيط، ده غير ان الاجتماعات ما بين الوزارة ومنتجي الدواجن لسه شغالة بشكل دوري علشان يتابعوا الأسعار وياخدوا إجراءات جديدة لو احتاجوا. لكن رغم كل ده لسه الأسعار مش ثابتة، يعني ممكن تروح تشتري الفراخ تلاقي السعر بيوصل ل 90 و95 جنيه في بعض المحافظات. طب هل ده معناه ان الاجراءات دي مش كافيه؟ الحقيقه ان المشكله اعمق من كده بكتير، لان السوق دايما بيتاثر بعوامل كتير زي تكلفه الاعلاف وازمه الاستيراد اللي بتاثر على الانتاج المحلي، والحكومه من ناحيتها بتحاول تزود الانتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، لكن ده محتاج وقت، خطه طويله الامد، وفي نفس الوقت لازم نكون مستعدين لاي تقلبات في الاسعار في الفترات اللي جايه. بس الاكيد المواطن البسيط هو اللي بيتحمل العبء الاكبر في الازمه دي، ورغم تحركات الحكومة لسه السؤال الأكبر، هل الإجراءات دي هتكون كافية لوقف ارتفاع الأسعار بشكل مستدام؟ ولا الأزمة هترجع تاني مع أول مشكلة تحصل في السوق؟ هنتابع ونشوف إيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية في ملف مهم بيمس حياة كل الناس هنا في مصر. أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.